أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: أنا رجل من غير هذه البلاد، وأهل بلدي يحسنون الظن في شخص الضعيف، فيأتون إلي ليسألوني عن مسائل في العلم، فلا أجيبهم إلا بما سمعته من العلماء في هذه البلاد وبما أسمعه من برنامج نون آخر، ولكن هناك أمر مهم جدا يكثر السؤال عنه من نساء بلادنا، يسألون أهلي ليسألونني، وهو ما يتعلق بأمور الحيض والنفاس والإحجاب وغير ذلك مما يخص النساء. فحبذا لو تكرمتم جزاكم الله خيرا فألفتم رسالة ضافية كافية في هذه المواضيع الهامة. هذا فيه مؤلفات مطولة ومختصرة موجودة في الحيض والنفاس وأحكام الطهارة موجودة. وأما ما ذكرته من أن تفتي الناس بما تسمع من أهل العلم أو من الإذاعة، إذا كنت متأكدا من الجواب ومن الفتوى فإنك تقول لهم: أنا سمعت العالم الفلاني يقول كذا وكذا، سمعت في الإذاعة كذا وكذا، فاذكر لهم أنك سمعت هذا أو أنك قرأت هذا، فاذكر ما تعطيهم الحكم وتسكت يظنون أن فتوى من فلك، بل تقول: هذا شيء سمعته أو قرأته. تبين لهم هذا تقرأ بالنفس يعني. نعم. وما أدخل عليك من الأسئلة جلهم وجهوه لأهل العلم، اكتبوا لأهل العلم، قبلوا السلوون على العلماء واسألوهم.